عسلامة ومرحبا بكم مشاهدي قناة صوت الساحل، وكالعادة قاعدين نسجلوا في صوت المواطنين لهنا في الساحل. وأحنا اليوم في الساحلين جينا نشوفوا في الوضعية اللي وصلتنا تشكيات من المواطنين، كما قاعدين نشوفوا لهنا في المنطقة في وسط البلاد برسك في وسط الساحلين. لهنا على يميني فما يعني تجمعات سكنية، على اليسار لهنا فما منطقة سقوية، فما فلاح لهنا يبشروا في نشاطهم الفلاحي، لكن المسلك هذي نشوفوا مسلك فلاحي ماهوش معبد، ولهنا لهنا قناة متاع صرف صحي. كما يحكي والمواطنين إن هي خطر على نبات اللي قاعد المية هذه قاعد يعني تصب ديريكت في يعني في الزيتون وفي في الخضرة متاعهم. المواطنين زادة كيف الوشواش تلوث إلى آخره. هذاك علاش جينا بحذا المواطنين باش نعرفوا أكثر تفاصيل على الموضوع هذا. تابعونا. الطريق هذايا مضرورين ياسر، فهمني اش كان حصلنا حتى الوزاره البيئة، وجي الوزير وجي الوالي وجي قداش من واحد، واحنا عندنا قداش من عام واحنا نجريو، فهمتوا اللي وهما مش يسمعوا فينا. العباد مرضت، الوشواش الوسخ، فهمتوا اللي وهما مش يسمعوا فينا. مش نقديو منهم واحد بعد موظف معنا في اليوناس معنا قال لي معاش تجيني يا خوي، فهمني يمشي معناها القدام يمشي القبلة، معناها المي تاع الزيتون تاع الناس كل مات، معناها وناس سلمت فيه، معناها ما باش يجمعوها خاطر هيك شي كله ريح تاع الوناس. والله ماذا بينا يتلهونا بالواد شوي، وجماعة الوناس قاعدين يسيبونا في الوناس ديما الأكثرية، ومزاك مطروفيه الماء مزال جديد، والواد بصفة كبيرة ما كرهنا في البلاصة، يجيبوا حتى الحيوانات حشاك كلب ولا حاجة تطيح تموت تبقى غادي في الواد. الصغار يبدو يلعبوا، مرة كان واحد يدز نظانش لهم بهم وكل شيء واحد يطيح خطر عليه. المرة فاتت سايب الوناس هذه كل باطي وكل البطحة قدام الدار 3 متر مش يدخل، كان ما جاش عالي يمكن يدخل للدار مال وناس. راسلنا برشا مرات ردها متى كل مره يقعدوا فينا وما فما حتى شيء. يطالبين اخويا اللي قالوا لنا الواحد اللي قالوا لنا معناها اللي زيقوا اللي ينطفوهم ويحولوهم من هنا، يحولوهم مصر من هنا، يحولوهم من هنا حتى الشبدة الشيء اللي يحرق في قوة المية يسيبوه. نتصل بسي عبد الله الصحراء وبسي صالح عطية معناها باش معناها يكلموه في التليفون معناها باش يسكروا المية. وصلت معناها اني نهارات معناها ما ندخلش سنيتي سوايلي يقعدوا في الشرع، هذا كله تعوم فهمني. هذه معناها فهمتي باب يجي 2000 متر وزرعتها معناها كل شيء وسلمت فيها وحرطتها وعلى عدد سي عبد الله حرطتها باش معناها وكان جيت تبيع فيها راهو حطوني في الحبس. السيد هذايا شاري من هنا هاك ما تشوفوا يعني، وجبنا التراك استعملوا 3 ايام فهمتوا لي، هذه كل نظفناها دراري كل كان مرضى بالوشواشه وبالناموس بالوسخ وهاك ما تشوفوا على عين المكان.